بس اقول لك على حاجه، لو هنتكلم بقى يعني بصراحه، طبعا الاجواء اكيد مش لطيفه ابدا. يعني بنتكلم بقى سريعا كده، بنتكلم عن اقامه غير جيده، ادوات يعني استشفاء بدايه، كان كمان لجانب بعض وسائل الاعلام والانتقالات وحاجات كتيره قوي. لا تقدر انت تطلع تقول لا في حاجه غلط. طيب ده شق. الشق الثاني لما تيجي بقى تحديدا تتكلم عن المسحه الطبيه، يعني امبارح طلعوا بعض الاشاعات يا كريم، يقول لك ان المسحه الطبيه الخاصه بصلاح اثبتت ان هو عنده كورونا. طيب دي كانت طالعه كده امبارح في وسائل الاعلام الكاميرونيه. طب تقصدوا بده ايه؟ يعني الغرض من كتابه خبر زي كده وخبر مغلوط عن اللاعبين وقائد كمان المنتخب المصري ايه؟ طب بعد ساعه تقريبا يا كريم، بقى انا عايزه اقول لك مش اكتر من ساعه تقريبا، اتحاد الكرة طلع بيان رسمي وأعلن سلبية جميع أفراد البعثة المصرية وكل اللاعبين إن هم جاهزين للمشاركة في مباراة الكاميرون. الحمد لله.